هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هأول حلقات معانا من سفر العدد. السفر ده اللي كتبه موسى النبي، وده من الأسفار الخمسة اللي كتبها. تعالوا نعرف ايه اللي موجود جوه السفر مع بعض. ربنا كلم موسى في البرية بتاعت سينا في خيمة الاجتماع، وطلب منه ان هو يحصي كل جماعة بني اسرائيل بعشائرهم وبيوت ابائهم من ابن عنده 20 سنة لغاية فوق. واختار ربنا اسماء ناس يكونوا رؤساء اسباط لابائهم زي ما امر ربنا موسى، وعدهم في برية سينا. كان عدد بنو رأوبين 46,500، أما بنو شمعون كانوا 59,300، وبنو جاد كانوا 45,650، وبنو يهوذا كانوا 74,600، بنو يساكر 54,400، وبنو زبلون 57,400، وبنو يوسف اللي هم بنو إفرايم 40,500، وبنو منسة 32,200. أما بقى بنو بنيامين كانوا 35,400، وبنو دان 62,700، وبنو أشير 41,500، وبنو نفتالي 53,400. فبكده يكون جميع المعدودين من بني إسرائيل 600,350. أما بقى سبط اللويين ما تعدوش زي ما قال ربنا بالضبط لموسى، ما تحسبوش وما تعدوش ما بين بني إسرائيل. وكان بني هارون هم ناداب البكر وأبي هيئو وألي عازر وأسي مارا، لكن مات ناداب وأبيه أمام ربنا لما قربوا نار غريبة أمام الرب في برية سينا، ولم يكن لهم بنون. أما بقى أليعازار وأسيمارة فكانوا كهنة أمام هارون أبيهم. وكلم ربنا موسى إن هو يوصي شعب بني إسرائيل إن هم ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لخارج المحلة، عشان ما ينجسوش المحلة، إلا إن كان ربنا ساكن وسطهم. وفعلا عمل كده شعب بني إسرائيل بالظبط. وكلم ربنا موسى إنه يصنع بوقين 2 من فضة عشان يكونوا ليه بيستخدموا في منادات الجماعة وللارتحال، فلما يتضرب بيهم يجتمع كل الجماعة على باب خيمة الاجتماع، ولما يتضرب بواحد بس يجتمع ليه الرؤساء ويهتفوا بالأبواق دي لما يكونوا ذاهبين لحرب، وعشان يتذكروا ربنا إلههم ويتخلصوا من أعدائهم. وبيضربوا بالأبواق دي يوم فرحهم وفي أعيادهم وفي رؤوس شهورهم كمان. وهي دي حلقة النهاردة من سفر العدد اللي كتبه موسى النبي، وهو من الأسفار الخمسة اللي كتبها موسى. يا رب نكون استفدنا. استنوني المرة الجاية.